وفدنا إلى الدوحة مصطفى عبد الفتاح، وفانا بالرسالة التالية عن ختام زيارة رئيس الوزراء المصري إلى قطر. بالفعل انتهت زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إلى العاصمة القطرية الدوحة. هذه الزيارة والتي استمرت لمدة تقل عن 48 ساعة، هذه الزيارة التي التقى من خلالها رئيس مجلس الوزراء المصري مع عدد كبير من المسؤولين القطريين، كان على رأسهم استقبال من أمير دولة قطر، وكان هناك ترحيب لهذه الزيارة من الجانب القطري. كان أيضا هناك استقبال رسمي من قبل رئيس مجلس الوزراء القطري للوفد الوزاري المصري، وتأكيد على عمق العلاقات ما بين البلدين ورغبة الطرفين في مزيد من الشراكات والعلاقات التجارية الاقتصادية خلال الفترة القادمة. إذا ما تحدثنا عن أهم لقاءات اليوم التي التقى بها رئيس مجلس الوزراء المصري، كان هناك لقاء مع مجموعة من رجال الأعمال القطريين، وخلال هذا اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي على حرص مصر على تعزيز الشراكات والعلاقات التجارية والاقتصادية مع دولة قطر، وأيضا تهيئة مناخ جاذب للاستثمار. وأيضا عرض رئيس الوزراء الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لتهيئ مناخ جاذب للاستثمار، وأيضا ما تم إنجازه خلال ما تبعته مصر من خطوات للإصلاح الاقتصادي وتسهيل العملية التي تؤدي إلى مزيد من الاستثمار، مثل الرخصة الذهبية التي أطلقتها الحكومة المصرية مؤخرا. إذا ما تحدثنا عن كل ما جاء خلال الرسائل التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء المصري، فهي تعبر وتؤكد أن الدولة المصرية تسعى وبقوة إلى شراكات اقتصادية واستثمارية مع الجانب القطري، وتدعو من خلال هذه الرسائل رجال الأعمال القطريين إلى القدوم إلى مصر وفتح مزيد من الاستثمارات داخل الدولة المصرية، وهو ما لقى قبولا كبيرا من رجال الأعمال القطريين الذين أكدوا على أن مصر تملك إمكانيات هائلة وقدرات كبيرة، ولديها أيضا بنية تحتية ومناخ جاذب للاستثمار، وأن الفترة القادمة ستشهد مزيد من الاستثمارات. وأيضا تحدث رئيس مجلس غرفة قطر للتجارة وقال إن حجم الاستثمارات الموجود القطرية حاليا في مصر يصل إلى 350 مليون دولار سنويا، وبكل تأكيد فإن هذا الرقم سيشهد معدل أكبر بكثير خلال الفترة القادمة. إذا ما تحدثنا عن الزيارة المرتقبة لوفد رسمي من رجال الأعمال القطريين الذي سيزور مصر خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وهذه الزيارة ربما تعكس رغبة الدولة المصرية في فتح أذرع الاستثمار أمام الأشقاء القطريين، حسبما صرح رئيس الوزراء المصري وأكد من خلال العديد من التصريحات على أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتوفير مناخ جاذب للاستثمار. وتؤكد أيضا الدولة المصرية على أنها لن تقف أو يكون لن يكون هناك أي عائق أمام المستثمرين في عملية دخول وخروج الأموال. كما أشار أيضا رئيس الوزراء مطمئنا رجال الأعمال القطريين إلى أن مصر تسعى حاليا إلى تدبير العملة الأجنبية، وهذا الإجراء تتخذه الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري. ولكل هذه الأسباب فإن هذه الزيارة جاءت في توقيت مهم، وهو نتاج للحراك الإيجابي وتطور العلاقات بين القاهرة والدوحة، وربما هذا التطور هو الذي عكس رغبة الطرفين في زيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي ما بين البلدين.